ضابط. يا عديم الشرف. أوه. بدي اتلك بايدي يا حقير. وينو ابني؟ انتو لوين اخدتوه؟ شايفك معصب كتير، بس انا حاسس فيك، هذا من حزنك على ابنك. وينو ابني؟ احكي شو عملت فيه؟ وينو ابني ولاك؟ يا ضابط، ليش ما بتروح وبتسأل هالسؤال لابوك؟ ابي شو دخله بهذا الموضوع؟ يلا احكي ابي شو دخله؟ انا وابوك اللي خططنا لكل هي اللعبة. انت عم تكذب ولا؟ عم تكذب يا قليل الشرف. طيب انت قلي هلا، ابوك كرمال حفيده يا ترى شو عمل لحد اليوم؟ ها يا ضابط، ابوك لو بده يلاقي حفيده كان لاقاه، وكان جبلكن اياه باسرع وقت بكل سهوله، بس هو ما بده هالشي. انت عم تحكي هيك لتوقعنا بين بعضنا مو؟ بس ما رح تنجح بهالشي. كيف اجوا الشرطيين المزورين؟ برأيك مين بعتهم لهنيك؟ منيح اللي انتو هون. واقف خير؟ في شي مشكلة؟ في رجال على الأرض، امسكوه، هو كان خاطفنا، الشرطة جاية على الطريق هلأ. فهمت، استنى بالسيارة حضرة الضابط، هلأ رح نشوف شو القصة. طبعاً أبوك يلي بعتهم، بعدين اجى لعندك على اساس بده يساعد. تعرف شو كان قصده؟ منشان يراقب كل لحظه بلحظه شو عم يصير. هاي الحركه خطيره يا ابراهيم، خلينا نتركه يمر. عزيز، خبر العناصر ينسحبوا فورا فورا. هالتصرف ما له منطقي. لا لا، هالحكي مو مزبوط، انت عم تكذب علي. عم كذب؟ طيب لكان يا حضرة الضابط، اسمع هالتسجيل. انت طلبت منه ياخذ عزيز ما؟ انت اللي حكيت مع يلي اسمه طيفون. ليش متوتر كل هالقد؟ ها؟ ولا لا تكون خايف انه ابنك يعرف الحقيقة؟ حقيقة شو هاي؟ انت شو عم تخبص؟ مزبوط، عم نلعب لعبة، عامل حالك مالك خبر؟ اسمع، لساتهم مصدقينك ما؟ انت على شو ناوي كمان؟ الحقيقة الكل رح يعرفوا حقيقتك يا نزار، وما بقى تقدر تكذب على اي حدا. انا يلي رح افضحك هلأ، وحتى وانا مبسوط. يلا لشوف اذا عندك جرأة تعا وقفني. انا حبيت انتقم لموت بنتي سهام، وأبوك حب يتخلص من حفيده كمان. ولما الموضوع بيتعلق بالانتقام، حتى أكبر الأعداء ممكن يصيروا صحاب. لا هالحكي مو مزبوط، لو في هيك شي ليش لا تفضح بابا؟ ليش عم تحكي لي هذا الشي هلأ؟ لأني عرفت إنه أبوك هو حبيب إنجي. كيف؟ لكان وطلع أيمن ماله ابني، أنا بكون أخوك من أبوك. مبروك يا حضرة الضابط، صار عندك أخ. بدي أقابل الضابط نزار. الضابط نزار ما رجع لسه. أيمن، أنت شو عم تساوي هون؟ في شي مشكلة؟ صباح الخير. أهلين. أنا بدي أحكي مع السيد نزار. أوف أيمن، أنت يمكن بتعرف شو اللي صار، انخطف حفيدنا، ونزار وعزيز عم يدوروا عليه، مهم كتير؟ شو؟ قصدي الموضوع يلي بدك تحاكيه فيه مهم كتير؟ بخصوص أمي. طيب ونزار شو إله علاقة بهالموضوع؟ خلص أنا بعدين بتصل فيه، عن إذنك. ادخل.
عزيز، أنا عندي شغلة صغيرة. أنت تفرج على الشي وتسلى. طلعتوا الجثة؟ ايه طلعنا. منيح، بعد شوي رح يجي نزار، رح حاول إلهي شوي. تمام، تتحركوا بسرعة، كلامي مفهوم؟ تحت أمرك سيدي. انت اطلع. تفضل. وينن ابني وحفيدي يا قدرت؟ انت ما مليت من قد ما سألتني هالسؤال. ما في عندي وقت لسخافتك، يلا احكي لشوف. اوه، خوفتني كتير. ولك سألتك وينن ابني وحفيدي؟ هذا اللي بيطلع بيدك يا باشا؟ ابني وحفيدي وينهم؟ وينو ابني؟ وين خبيتهم لك؟ لا ابراهيم، عزيز لك طالعني من هون بسرعة. قدرت كراي، طالعني. عزيز، عزيز بعد بعد، اترك ابني. قلت لك اترك ابني. ابني انت شو عم تقول؟ لا تكذب عليه، حكيت لعزيز انه خطفنا الولد مع بعض. شو؟ ليك، هدول مهربين عم ياخدوا ابنك على الحدود. على الحدود؟ لا لا بابا، انهي هالمسخره بسرعه. اصحك تخليهم ياخدوه. ابني انت جنيت يعني؟ ليش لعمل هيك شيء انا؟ واخدينه على نص الحرب هلا على كوسوفو. ولك انت شو عم تخرف؟ خلص اسكت. اللي انت كيف بتعمل هيك؟ يلا احكي. رح يعملوا ابنك مسيحي وبعدين رح يعطوه لعيلة من الصرب. حقير حقير. ولك قلت لك اسكت، لا تحكي ولا حرف ولا راس. بابا من شان الله، هذا ابن ابنكم. ابني فهم بقى، انا ما بعرف شيء، انت شو عم تقول؟ ما تصدق، عم يكذب عليك، لا تصدق. بابا ببوس ايدك، بترجاك خلي عندك شوية ضمير من شان حفيدك ابراهيم. Thank you.
ابني طلع فيني، طلع جوات عيوني. هذا الحقير عم يحاول انه يوقعنا ببعض انا وياك. شغل مخك، انت ليش ما عم تفهم علي؟ ما تصدق عم يكذب عليك. ليك ماشي تمام، بالبداية انا ما كان بدي الولد ابني، بس بعدين تعلقت فيه وحبيته لانه حفيدي ودمه من دمي. لك حفيدي عم تفهم شو يعني؟ لو سمحت وقف الشحن. صدقني لو بعرف وينه لكنت وقفته فورا. انت شو مفكرني؟ بيعرف بيعرف بيعرف. قلت لك خرس ولك خرس، ولا صدقني بسحب لك لسانك وبصل لك يا بايدي. طلع طلع عزيز، شوف ابنك عم يعمل لك باي. لا 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 لا. وحياتك يا ابني لا تقلق، وأنا بوتك رح لاقي حفيد إبراهيم بأسرع وقت.